السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعات رحالة. في البداية بنرحب بالمشتركين الجدد، أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة حضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى. الله كل سنة وانتم طيبين، برضو عشان النهاردة عيد ميلادي، وبمناسبة عيد ميلادي أنا النهاردة إن شاء الله هنوصف لكم أماكن سيد الأروس في رشيد. دي هديتي ليكم، وإن شاء الله السنة الجاية نكبر مع بعض أكتر. في شكر خاص لقناة أنا وبناتي الثلاثة، بنشكرها على دعمها المستمر دايما للقناة، وفي الوقت نفسه بنشكر فريق العمل الدكتورة نورهان، تحياتي لحضرتك يا دكتورة، وإن شاء الله نشوفوكي أحلى عروسة في الدنيا. شكرا لقناة أنا وبناتي الثلاثة، تابعونا وإن شاء الله وبإذن الله هنشوف كام لقطة كده مباشر، وفي نهاية الفيديو وصف الأماكن بإذن الله. متنسوش تعملونا لايك، ولو أول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا في القناة. كان معكم أخوكم سامح الخالق. عروس عروس استنى بقى، استنى خليك دايما، انا خايف على الخيط. بس لا بسم الله عليها، هي مش كبيرة بس الخيط دخلت على الخيط التاني. بسم الله عليها، واقع القوارب صباح الفل. صباح ان شاء الله باذن الله، احلى صباح على احلى رجاله واحلى عروس باذن الله. ومشيت ايوه، امال ايه يا حاج؟ ده احنا معانا ناس السنانه. ايوه والله على البركه بلع. ايوه هتلاقي لك هنا. ايوه زي ما انت عامل كده، نبصوا بس احنا نصوروا والناس ما تصوروش كده. عايزين نصوره ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. عايزين ناس صغيره صغيره، هو ده اللي بيضرب علينا، ده هو ده اللي بياكل الطعم مننا. ممكن تلاقيش النقطايه برضو بتاع بس شكلها دنيسة صغيره جابت ال ايه سيسايا زهرة. يا موسى يا موسى حيا برضو. ايه صغيرة اربع هي. الله كريم الله كريم. صباح الفل ابو عايز. دنيسة 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 تخش.
صباح الفل. صباح الفل، صباح الورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم منوعات رحالة، معكم اخوكم سامح الخالق. في البداية بنرحب بالمشتركين الجدد، تحياتي لكل اهل المغرب. بصوا يا جماعة، كلمتين كده بساط النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده عن اماكن صيد العروس في رشيد. زي ما قلنا قبل كده ان احنا المكان اللي في ظهرنا ده النيل، مصب النيل من اول ادفينة لحد بغاز رشيد اللي هو في البحر. باختصار كده يا جماعة، انا بنقعد في مكان خاص، مش شرط ان السمك يكون موجود في المكان الخاص. في ناس بتاخد سمك من هنا في مكان زي اللي انا فيه ده اكتر من اللي احنا بناخدوه جوه. المواصفات المكان ايه؟ مش المكان اللي انا فيه حاليا، اي مكان بالمنظر ده. خليكم معايا. بص يا جماعه، ده جامع، تمام؟ في جوامع ياما زي ما انتم شايفين كده ظاهره على الايه، على البحر. هنيجي انا في مكان زي ده، او مثلا مكان زي ده، لو معايا بوصه يد 7 متر هنشتغل بيها، بمثلا بدود مشرشر، ببرغوت. لو عايز نشتغل بسردين مثلا هنشوح كده قدام مني كده حاجة بسيطة وبنفضل صابر. لو هتشوح يا جماعة هنشتغل ترقيد مثلا هنشتغل بسردين او بجمبري حي او بجمبري مقشر. هترمي البوصة وتعلقها وتسيبها، ما تقربش من البوصة غير وهي مضروبة، ان انت تشوف فيها ايه، فيها نتش. اي مكان زي ده يا جماعة، النيل كله اماكن زي دي، وكلها اماكن موجودة فيها سمك كتير ما شاء الله، يعني لا قوة الا بالله. طيب، هو في مشكلة بس بسيطة، ان اوقات السمك ده هتنزل له امتى؟ السمك ده عايز تنزل له مثلا قبل الفجر لحد الساعة 9، يا اما تنزل من العصر، يعني دلوقتي العصر بيأذن وانا لسه ما فردتش العود بتاعي، يا اما تنزل له مثلا من العصر كده لحد بالليل. طبعا لو تقدر تسهر اسهر، يعني في ناس بتيجي هنا اللي هم متعودين على الترقيد بيفضلوا قاعدين لحد ما ياخدوا رزقهم ويمشوا. ده باختصار يا جماعه عشان محدش ايه يفكر ان انا مخبي سر حربي ولا حاجه، مفيش اسرار حربيه ولا حاجه يا جماعه. هو الفكره ان المايه الغريب عنها ما يعرفش ان هي فيها قاروص ودنيس والكلام ده، وما يعرفش طريقه شغله. كونك عرفت طريقه الشغل والطعم اللي هو ليها، خلاص هتقدر تشتغل ان شاء الله. تحياتي ليكم يا جماعه، دي نهايه الفيديو، يا رب نكون قدمنا معلومه مفيده. الله اكبر، الله اعظم منكم قدام لله. تحياتي ليكم، كان معكم اخوكم سامح الخالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.